الاقتصادي، بنرحب بيك معنا في ارف فاينانس. اهلا بيك. اولا كنا عاوزين راي حضرتك ايه في اللي بيحصل محليا ودوليا. محليا طبعا سعر الفايده نازل في اخر اجتماع في البنك المركزي، غالبا السياسه النقديه هيبقى في نزول لسعر الفايده الفتره المقبله، في تفاؤل العجله الاقتصاديه ممكن تقوم وكده، استثمار اخر في البورصه في العقارات. ودوليا بالحرب الاقتصاديه بين امريكا والصين، ارتفاع سعر الدولار، ارتفاع سعر الناس، في ارتفاع الذهب، مخاوف من تباطؤ اقتصادي. ازاي الواحد المستثمر يوزن بين الصوره المحليه والصوره الدوليه؟ لا، هو دلوقتي انا كنت لسه بكتب انه كل الثوابت بقت متغيرات، اصبح ما فيش حاجه ثابته. شايف البريكزيت واللي حصل فيه امبارح، برلمان في انجلترا بيتوقف بعد 400 سنه عمرها ما حصلت، امريكا والحروب التجاريه اللي عماله تعملها والاتفاقيات النوويه اللي بتلغيها، فبقى العالم كله بقى دلوقتي فيه متغيرات كتيره قوي، اصبح انه الثوابت انعدمت والمتغيرات هي اللي موجوده. فاي واحد بيحاول ان هو يحاول يتنبأ بحاجه اكتر من 3 4 اشهر او 6 اشهر يبقى بيهرج او بيضحك على نفسه. السياسه النقديه في مصر طبعا سعر الصرف بينزل وسعر الفايده بتنزل، اللي اهم من سعر الفايده انها نزلت 1% ولا 1.5%، الاشاره الى ان احنا ابتدينا نشجع الاستثمار رسالة كويسة وإيجابية كبديل لعملية محاربة التضخم. فالسياسة النقدية في مصر ماشية كويس، السياسة المالية تعبانة خالص طبعا كحصيل الضرائب، في عجز في الميزان التجاري مازال موجود كبير وبيزيد. زي ما قلت لك الأسواق التقليدية اللي في العالم اللي كلنا بنلجأ لها، سواء سياحة، طبعا السياحة هتقل مع التباطؤ العالمي، التجارة هتقل مع التباطؤ العالمي، السعودية بقى فيها مشاكل وبقت مدينة، الاستثمار الأجنبي بيقل مش بيزيد، ففي مشاكل كتيرة قوي احنا يجب ان احنا نبقى حذرين فيها الفترة الجاية، واحنا بنتوقع او بنتنبأ بالمؤشرات القومية بالبطالة وبالتضخم وبسعر الفايدة وبسعر الصرف والحاجات دي كلها. دلوقتي انت في نص البركان، فصعب قوي انك تقدر تشوف رؤيه دقيقه بمعامل ثقه كويس لاكثر من 3 4 اشهر. طب لو حضرتك معي برايفت بانكر مثلا وانا مستثمر محلي، ايه المحفظه اللي حضرتك ممكن ترشحها بين كاسيت كلاسز يعني؟ كويس قوي. مستثمر محلي يعني بالجنيه المصري، فانا بنصحك انك انت تخش في اذون خزانه او صناديق يوم بيوم او ودائع أسبوعية أو شهرية، ما ترتبطش بالجنيه المصري لفترة سنتين أو ثلاثة أو أكتر من كده، شهادات 5 سنين وثلاث سنين والكلام ده كله. صحيح سعر الفايدة عالي شوية، إنما أنا مش عايز أرتبط في وقت زي ما قلت لك في لا يقين كبير بعملة معينة وثبتها فترة طويلة. يعني قد يرتفع الجنيه المصري قد ينخفض الجنيه المصري، لكن أنا عايز يبقى جنيهاتي قدامي أقدر أستفاد بيها. فجزء كبير لازم يروح في أذون خزانة أو في فوائد بتجيلك شهرية، في جزء لازم يروح دولار أو أسهم دولارية أو شهادات دولارية، لازم برضو تبقى موجود على الجانب الآخر من الترابيزة ب20% أو حاجة. الذهب مع انخفاض سعر الفايدة على الدولار بره والانسرتينتي أو لا يقين اللي موجود في العالم، أنا بقول الكلام ده من الذهب ب1250 النهاردة 1550 ومكمل طلوع طول ما العالم في هذا التخبط، فيبقى لازم بيه جزء ذهب. لو عندك خبرة بالبورصة وإزاي تقدر تنتقي الشركات، ما انتش داخل كده عشوائي، يبقى لازم يكون في 20% كمان في البورصة. لو وزعت التوزيعة دي كده تبقى انت قللت المخاطر وفي نفس الوقت عندك عائد شهري من الودائع اللي على الجنيه المصري. طيب بتشتري عقارات خالص؟ العقارات فيها تباطؤ شديد جدا. جرب حضرتك، عندك انا عندي حاجتين اتنين يبينوا لي ان العقار فيه تباطؤ وتباطؤ مستمر. الحاجه الاولانيه ان عندي شقه عايز ابيعها مش عارف ابيعها ب 70% من ثمنها اللي مقدر، ما نروح سمسار تقول له الشقه دي بكام في مصر الجديده او في المهندسين او في شبرا او في اي حته، يقول لك مثلا بمليون جنيه، حاول تبيعها ب 700,000 كاش ما يجيلكش. ادي اول علامه على ان في تباطؤ عقاري. اتنين، ابتدى يبقى فيه بدون داون بيمنت وسداد على 10 سنين والكلام ده كله كلام مقلق ويدلك ان في تباطؤ في عمليه البيع العقاري، فانا ضد الاستثمار العقاري في الفتره الحاليه. طب احنا في 2016 عملنا تحليل نوعا ما سعر الصرف وحصل
النزول في طبعا في قيمه الجنيه المصري مقابل بالدولار في خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا، ومع ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر ما زادش بالشكل الملحوظ اللي احنا كنا متخيلينه او متوقعينه. ايه الاسباب دي؟ خصوصا حتى كمان اخر تقرير البنك المركزي بوضح ان في 22% نزول عن المقارنه بالفتره اللي فاتت بنفس الفتره السابقه. شوف اذا كنت حد فاكر انه احنا يوم 16 يوم 2 نوفمبر 2016 قفلنا عملنا التعويم فهنفتح مفتاح نصدر فيه والاستثمارات تنهال علينا والكلام ده كله، طبعا يبقى غلطان. ال عدم تعويم السنوي التدريجي للجنيه قصاد الدولار ب 8% او 10% ادى في الاخر الى انه من سنه 2002 لغايه 2016 انفجر في وشنا مره واحده. المعدات بتاعتك كانت تهلكت ومحدش بيجدد لان كان الجنيه غالي والتجديد غالي جدا. الناس استسهلت تستورد من الصين. العماله غير مدربه بالمره، واخد بالك؟ ترتيبك ال 135 على 140 دوله في جوده العماله الفنيه. فلا في عماله ولا في مكن ولا في اي حاجه خالص. ضيف عليها بقى الاستثمار المباشر زي ما حضرتك قلت، الاراضي ما فيش اراضي. الطاقة والغاز أغلى على المصانع عن المنازل، رغم أن العالم كله بيدي دعم للمصانع لأنك بتشغل وبتدفع ضرائب وتمشي حال البلد. في مصر العكس، الغاز للمصانع بسبعة دولار وللبيوت بثلاثة دولار. فعوائق الاستثمار المباشر أو معوقات الاستثمار المباشر كتيرة جداً. تعدد الجهات الرقابيه على المشروعات، يعني هقول لك ايه ولا ايه، حاجات يعني كتبناها كتير، واخرها مزاحمه الدوله الى حد ما للقطاع الخاص في الاستثمار، برضه كلها اشارات سلبيه ادت الى انخفاض الاستثمار المحلي قبل الاجنبي كمان، الاستثمار المباشر. ففي حاجات كتير قوي لازم تتعمل لسه عشان نقدر نقول ان احنا واقفين على رجلينا. اخيرا يا فندم، رأي حضرتك ايه في نزول سعر الدولار قدام الجنيه المصري الفتره اللي فاتت من 18 ل 16.5؟ ورؤيتك ايه مستقبلا؟ لا، هو لما نعرف الاول مكونات هذا النزول، في عندنا من اول السنه لغايه دلوقتي في حوالي 20 مليار دولار دخلوا بياخدوا فوائد على اذون الخزانه عندنا. دول اتغيروا في النظام المصرفي، كان لغاية يناير كان البنك المركزي هو المتحكم، وبعدين قلنا هندخل في الانتر بنك، فلما دخلت في الانتر بنك البنوك كلها بقى عندها دولار فالدولار نزل. هيبقى ايه الحال لما ال 20 مليار دولار يجوا يطلعوا تاني لاي سبب او لاخر؟ شفناها في تركيا وشفناها في الارجنتين وشفناها في بلاد كتيره. لازم نبقى حريصين جدا واحنا بنقول ان الجنيه بتاعنا بيقوى والدولار بينزل، لان ده مش من موارد حقيقيه، مش من تصدير ومش من سياحه ومش من استثمارات اجنبيه مباشره، ده اموال ساخنه داخله قاعده فتره وخارجه. فيجب نبقى حذرين شويه واحنا بنقول انه الجنيه بتاعنا بيقوى والدولار بينزل. شرفتنا يا فندم في عرف عن اسفنا. فرصه سعيده قوي.